كريمة الهمزي رئيسة جمعية نسيم لتنمية قدرات أطفال التوحد وأمهاتهم بتفلت. هذه الجمعية الفتية اللي بدأت في شهر 7/2018، وكانت الفكرة من عند أم لطفل توحدي عانت لمدة 6 سنين وارتأت أنها ما اصطدمت بالمعاناة الكبيرة هي ما لقات على أن ولدها ما غيقراش وما تقبلش في المؤسسات التعليمية لا الخاصة ولا العمومية، وهنا ضافت المعاناة ديالها وارتأت على أنها تدافع على الحقوق ديال ولدها وتقاسم التجربة ديالها مع أمهات اللي عرفتهم كذلك في المدينة، وطرحت عنا الفكرة وبطبيعة الحال وافقناها وتأسست الجمعية. ورغم أننا كان عندنا معلومات قليلة في هذا المجال، ولكن بفضل التكوينات اللي تلقيناها مع تحالف ديال الجمعيات، تحالف الجمعيات العاملة في مجال التوحد مشكورين عليه مدوا لنا يد المساعدة، حاولنا أننا نأطروا هاد النساء ونوضعوا الخطوة الأولى بالنسبة لهاد النساء على أنهم يعرفوا أشنا هما الحقوق ديالهم بالنسبة لوليداتهم وأشنا خصهم يعرفوا والتكوينات اللي خصهم يتابعوها باش يعرفوا أشنا هما المجالات والخطوات العلاجية لوليداتهم بطبيعة الحال عن طريق التكوينات. وإحنا إن شاء الله نأمل أن يكون الخير وتكون هذا اليوم اللي هو اليوم العالمي للتوعية بالتوحد، وهذا هو علاش اختارينا الفضاء باش نوصلوا الصوت ديالنا لساكنة المدينة على أنهم يعرفوا بأنه كاينين أطفال توحديين في المدينة، على أنهم خصهم يحتضنهم، خصهم يحتويهم، وخصهم يتعاملوا معهم، وبالأخص المتدخلين يعني في مجال الصحة، في مجال التعليم، في مجال الرياضة، باش يخفوا المعاناة على هاد الأسر. ونتمنى على الله الخير وتكون فاتحة خير من هذا اليوم على هذه الجمعية وعلى هاد الأطفال إن شاء الله وعلى كل الأطفال التوحديين في المغرب إن شاء الله.